زي ما كانت المنافسة في تنس الطاولة للرجال قوية الحقيقة، ونجح الرجال ان هم يعني زي ما بيقولوا يحسموا الدوري قبل آخر جولة، برضه كانت المنافسة شرسة جدا في السيدات. والحقيقة كان المنافسة مع طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك، والحقيقة نجحوا باقتدار ان هم يقتنصوا طبعا الدوري في يعني زي ما بيقولوا في ماراثون طويل. في البداية طبعا بحب ارحب بضيفي مدرب عام قطاع السيدات الكابتن طارق فوزي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك. نورنا والف مبروك على هذا الانجاز الكبير. ربنا يخليك. شكرا. نورني كمان في الاستوديو كابتن فجر شومان لاعبه الفريق. اهلا بيك. اهلا محمد. والف مبروك ونورانا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. وكمان برحب برويده عصام. نورانا رويده. نورك. يمكن اروح لكابتن طارق في البدايه، ضيف العزيز اللي دايما كل سنه بنتذكر مع بعض طبعا الانتصارات والبطولات. يمكن السنه دي كانت صعبه شويه كابتن معاكم، ويمكن كان في منافسه شديده. نادي الزمالك اشترى من المعادي اللاعبات المميزات. كلمنا عن الموسم كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموسم كان طويل وكان صعب زي ما حضرتك قلت، كان عندنا بطولات كتيره. المشكله الاكبر ان احنا قابلتنا صعاب الدراسه، الفريق كله طلبه يمكن باستثناء دينا مشرف. مع الدراسه وصعوبتها وتطويل السنه، سنه طويله طبعا، بطولات كتيره وسفريات كتيره وارتباطات مع المنتخب، لعيبه بتسافر كتير، بطولات كتير، خصوصا ان الاتحاد الدولي عمل حاجه جديده للمشاركات دي وتحقيق نتائج بتصلح او بتحسن من الرانكينج بتاع اللاعب. فدينا بقت عندنا بتشارك على طول، يسرى بتشارك على طول، يمكن دينا بقت من الـ40 على العالم. صحيح. تنس الطاوله دي حاجه كويسه جدا، كبيره، وحاجه ما حدش يعني حصل عليها قبل كده، فكان لازم يبقى فيها ليها مشاركات كتيره، بالاضافه عندنا بعض اصابات بنات، فكان الموضوع السنه دي شاق جدا يعني. بطولات كتيره زي ما بقول لحضرتك، انما احنا معظمها الحمد لله كنا كسبانينها. الدوري السنه دي كان متقسم لمجموعات تمهيديه. كم مجموعه كابتن؟ كان اربع مجموعات، كل مجموعه بتضم اربع فرق. 16 فريق بالظبط. احنا كان معانا رواد العاشر، نادي الرواد، نادي اصحاب الجياد، نادي الشمس. تمام. على اول مجموعه، على بطولتين. خدنا اول مجموعه في اول دوره، كسبنا كله 3-0 الحمد لله. تاني دوره كانت عندنا في النادي برضو، كسبنا كله 3-0. تمام. وتصعدنا بعد كده للدوري الممتاز او نهائي الدوري الممتاز، 8 انديه خدوا من كل فرقه كل مجموعه فرقتين بالظبط. احنا اهلنا من مجموعتنا احنا ومين؟ احنا واصحاب الجياد. اصحاب الجياد. الثمان فرق دول احنا والزمالك والمعادي واصحاب الجياد، سبورتنج، اولمبي، ظهور، قناه السويس. تمام. هم دول لعبنا كل الماتشات باستثناء نادي الزمالك، خلوه مباراه لوحده، مباراه تبقى بيننا وبينهم بعد البطوله ما خلصت. فيصل، مباراه فيصل بالظبط، الاسباب اللي قلت حضرتك عليها يعني، من عندهم ومن عندنا. كان خسرنا ماتش وكسبنا ماتش، كان عندنا كاس افريقيا، كدينا هناك، وكان عندهم فرح عبد العزيز هناك، فاستنوا لما رجعوا ريحوا كده شويه وابتدينا نعمل الماتش. ده طبيعي، وده طبيعي بالظبط. كان يوم 30/3 اول لقاء، ده لظروف خارجه كده خسرنا الماتش. وفريق الزمالك انا ما بقللش منه، فريق قوي طبعا وفريق محترم طبعا طبعا، انما احنا كنا ليدنج 1-0، والتاني ماتش كانت يسرى بتلعب وكانت كسبانه 2-0 في الماتش، وحتى الجيم الخامس كان 8-5 و انما ربنا ما وفقش يعني، ما كانش رايد ان اليوم ده يبقى، ما كانش يومنا يعني. مش كان وارد جدا يا كابتن، وبدليل ان احنا اكدنا تفوقنا في المباراتين اللي بعد كده بالظبط. هو يعني يمكن رب ضاره نافعه زي ما بيتقال، ان احنا بعد الخساره دي ابتدينا نلم نفسنا، وابتدينا نتجمع وبشكل اكبر، وابتدينا نتكلم مع بعض، وابتدينا نحط ايدينا على البعض السلبيات اللي موجوده اذا كانت صغيره نتلاشاها وابتدي. فحسيت ان البنات كلهم عندهم روح، وروح جميله جدا، وعندهم اصرار على المكسب، فابتدينا ندعم الموضوع ده بشكل كبير لحد ما وصلنا كسبنا ثاني مباراه 3-1، ووصلنا بقى للمباراه النهائيه اللي كانت يوم 24 اربع ايام ولا ثلاث ايام، كسبناها برضه 3-1، مباراه قويه ومباراه كانت صعبه. انما زي ما بقول لحضرتك يعني، الجميل ان البنات كلهم كان عندهم اصرار، وكان في عزيمه وروح بقى النادي بجد ظهرت، كله تكاتف، كل النادي كان حابب ان احنا ان احنا الدوري ما يطلعش بره. ما يطلعش بره. انا برضه اروح للبنات برضه كمان واشوف يعني. فجر شومان طبعا لعيبه الفريق، كلميني عن الموسم. هل الموسم كان متعب؟ ايه اصعب المباريات اللي لعبناها السنه دي؟ الموسم كان صعب جدا بالنسبه لنا، لان الفرقه كلها ما كانتش بتتجمع، المصابين اللي عندهم ثانويه عامه، الجامعه، دينا مسافره، يسرى مسافره، انا مصابه، مريم، مروه ثانويه عامه. كان عندك ايه مصابه ازاي؟ انا عامله عمليه في كتفي قبل كده، وعندي تنس قلبه، وعندي اصابه في ظهري. فكان بيبقى ان انا اجي التمرين دي بتبقى صعبه بالنسبه لي قوي، كمان عشان بخلص جامعه متاخر.
فان احنا الفرقه اصلا ما كانتش بتتجمع، فدي كان التمرين بيبقى صعب بالنسبه لنا. بعدين لما جينا للدوري، انا اول موسم ما كنتش لعبتش البطولات عشان كانت الاصابات. بعد كده الدوري جينا، الماتشات كانت كلها بالنسبه لنا كويس يعني عاديه، احنا احسن. جه ماتش الزمالك كنا يعني احنا على طول بنكسب بناخد اول دوري، الماتش ده كان الوحيد ما توفقناش فيه. بس يعني انا شايفه ان كان ده احلى دوري تقريبا كسبناه يعني. الفرقه كلها كانت روحها واحده، تشجيع يعني، اتلمينا تاني زي ما الكابتن قال يعني، الروح كانت الروح كلها يعني اللي هو احساس جديد، احساس جديد ان احنا كان الماتش بيروح مننا ورجعناه وكسبنا، وكسبنا يعني كلنا لعبنا كويس وكلنا كانت النتيجه حلوه قوي، فده كان حاجه كويسه لينا يعني. لعبت ماتش الزمالك ولا لعبت ماتشين الزمالك اخر ماتشين مع فرح عبد العزيز. اول ماتش خسرته 3-1، تاني ماتش لعبته احسن كتير بس خسرته 3-2. بس الماتش يعني بس كان عليك، خلي بالك خلاص الموسم يعني. كله خلي بالك في حاجه مهمه، انت مصابه الموسم كله، خلي بالك من دي. ورجعتي وكويس، انت رجعتي وقفت على رجلك كويس بالظبط. اكيد اكيد، واكيد هتتوفقي الماتشات اللي جايه. طب قولي لي برضو يعني، خلينا نقول ان معادي لما راحوا يعني اللاعبتين المميزتين راحوا النادي الزمالك، نادي المعادي اخباره ايه يعني؟ هل كان بينافسنا ولا بعد عن المنافسه؟ لا هو بعد عن المنافسه، لان اللي كان بينافس يعني هو كان هناك كان فرح وجليله وفاطمه، فكان الماتش بيبقى جامد. فلما فاطمه لما فرح وجليله راحوا الزمالك خلاص يعني. لا فريق برضه منافس وفريق كويس، بس طبعا قلت المنافسه شويه بعد ما الاثنين الجامدين راحوا. انما هو عندهم ثلاث بنات كويسين قوي، فاطمه علاء، كان معاها رنا الشوبري، رنا الشوبري ومعاها ملك منير. يعني فريق برضو كويس ما شاء الله. طب يعني قولي لي برضو يعني، الموسم خلص اكيد عندنا اشتراكات، في لاعبات سافروا مع المنتخب النهارده. دينا ويسرى سافروا النهارده، وبقيت بقى الفرقه كلها امتحانات جامعه بقى وثانويه عامه، فخلاص بقى طبعا اكيد. طيب انت شايفه الفتره الجايه ازاي؟ يعني محتاجين نعمل ايه؟ عندنا بطوله العربيه مهمه جدا ناخدها. طبعا احنا بس هنخلص فتره امتحانات، عشان فتره امتحان بيبقى صعب ان الفرقه تتجمع. اكيد. فاول ما بنخلص فتره امتحانات بنعمل تجهيز تاني واعداد تاني للفرقه، وبنرجع نتمرن كل يوم. برافو. احنا ما بيبقاش عندنا بس راحه. بس خلي بالك من اصاباتك برضو يعني. لا ما انا متابعه مع دكاتره وزايد التمرين يعني. برافو عليك. بس فهنرجع نستعد تاني عشان عندنا بطوله انديه عربيه، ودي مهمه جدا ان احنا نكسبها وناخدها، فهنرجع نركز تاني. كل التوفيق ليكي باذن الله. ربنا يخليك. رويدة عثمان طبعا لعيبه الفريق. عصام اسف طبعا، رويدة عصام انا اسف معلش عذرا يعني طبعا نجمه كبيره. خلينا نقول انت يعني الموسم كان صعب، كان طويل، اكيد في صعاب قبل كده غير ماتش الزمالك، الحمل كان عالي، الموسم نفسه طويل، كنتوا بتتغلبوا على ده ازاي؟ خاصه ان في امتحانات وفي مذاكره وفي التزامات، كنتوا بتعملوا ايه؟ طبعا هو كان صعب جدا بالنسبه لنا، بس احنا برضو يعني كان معظم الحاجات بتاثر، بس احنا مش عايزينها تاثر عليها، فكنا بنحاول نحضر، وكل الفرقه كانت بتحاول تبقى موجوده. انا عشان اول سنه اطلع في السيدات انا كنت ناشئين وكده، كنت على طول بنجيب الفرق وعلى طول. انا اخر سنه في الناشئات 21 سنه زي الولاد ولا هو كان كان 18 سنه؟ دي عمل 21، تم اضافه مسابقه 21 سنه بس سنه زي الولاد بالظبط. انت كنت بتلعبي 21 ولا 18؟ لا انا كنت بلعب 18، بعد كده هي السنه دي لعبنا 21. واخدناها بالظبط، اخدناها، اخدنا اول جمهوريه، خدت اول جمهوريه ما شاء الله. فجر لعبت 21 كمان ما شاء الله. طب يعني احنا لسه صغيرين، عندنا المستقبل لسه كبير ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طب قولي لي يعني مباريات 21 كانت اقوى ولا الدرجه الاولى؟ بامانه طبعا الدرجه الاولى طبعا. لا المنافسه يعني احنا المنافسه يمكن... لا هو الصراحه المنافسه السنه دي كانت قويه جدا الاثنين في 21 والدرجه الاولى. بس يمكن الدرجه الاولى كانت مكسوره على الزمالك. لا هي ال 21 الماتشات صعبه بس مش زي الدوري، مش زي الدرجه الاولى. خدتي اول الحمد لله في كل خدنا الفرقه، خدنا هي ما تعملتش غير فرق، احنا خدناها الحمد لله 21. طب انتوا كان معاكي مين في الخمسه اللي بيلعبوا 21؟ كان فجر، كنت انا وفجر واميره ومريم ومروه. كنتوا انتوا الخمسه بتلعبوا في يعني دول خمسه ثابتين ولا ممكن يبقوا سبعه بيختار منهم خمسه ولا انتوا خمسه بس؟ ممكن ثمانيه بيتم اختيار خمسه منهم. طيب 21 كان كام ماتش يعني؟ البطوله كانت كام ماتش يا كابتن يعني؟ هل انتوا قعدتوا زي الدوري كده؟ لا ما بيبقاش في مجاميع زي، ما بتبقاش كبيره زي الدوري كتير. الانديه اللي عندها 21 سنه قليل يعني المعادي ما كانش فيه 21 عشان هم كانوا كبار. طب اصعب فرقه في 21 كانت قبلنا مين؟ ال 21 كانت سبورتنج والزمالك. الزمالك برضو عنده فرقه كويسه. سبورتنج كويسين برضو. طب قولي لي الفتره الجايه انت خلاص يعني بتلعبي 21 وبتلعبي ايضا سيدات، يعني انت يمكن دلوقتي 19 سنه صح ولا انا غلطان؟ انت لسه طالعه من 18 عندك سنتين لسه 21. ان شاء الله. طب شايفه اللي جاي ازاي؟ هل هتستمر يعني محتاجه
تخش اقوى في السيدات لان ولا هتركزي اكتر في 21 ولا لا؟ طبعا التركيز على الاثنين يعني التركيز هيبقى اكتر على 21 عشان الايفنت بتاعه وكده، لكن ان شاء الله بخش في السيدات وان شاء الله بس نخلص الامتحانات بس وان شاء الله نتمرن. في رانكينج عاملينه 21 ولا لسه في مصر ولا عشان ما فيش بطولات فرديه؟ لا في مصر يعتبر على اساسها بنلعب الفرق بيبقى في رانكينج بس لسه ما دخلوش الفردي يعني في ال 21. بس ما في يعني هي السيدات اللي اتعملت عملت فرق. بالظبط اتعملت فرق ما كانش فيه فرق. ما كانش فيها فردي كانت فرق ولعبنا برضو الزمالك في الفاينل. صحيح. طب يا كابتن الصوره دي كلمني عنها يا كابتن والروح يعني كابتن سيد لاشين اهو موجود وحضرتك وكابتن احمد عياد مدرب فريق السيدات. كلمني عن الصوره دي كانت امتى والروح دي ايه يا كابتن؟ ده كان في الماتش النهائي، كان الماتش الثالث، حتى دينا واقفه ورا كانت بتستعد عشان تنزل الماتش الرابع. تمام. وبتسقف كمان يعني وهي دي الروح يعني شايف يا كابتن. انا بقول لحضرتك احنا كل الفرقه بلا استثناء كانت على قلب رجل واحد. تمام. كله كان يعني حريص جدا ان احنا نكسب وكله كان بيدعم وكله كان بيعمل اللي عليه وزياده يعني. سيد مشكورا يعني سيد من اللعيبه الرجاله جدا، ربنا يوفقه. مشكورا ليه ودعم وساند معانا وكان بيشجع بقلبه وبإخلاصه يعني. ولو عنده حاجه كويسه يقدر يعملها بيعملها يعني حاجه محترمه جدا. انا بس مش عايز انسى برضو عشان الكلام يعني كابتن احمد عياد مدرب الفريق وتعب معايا السنه دي كتير وكان عامل مجهود كبير. كابتن بسنت عثمان مدربه 21 سنه البنات برضو كان ليها دور كبير وكانت موجوده معانا ودعمت وساندت برضو بشكل محترم. فكل المدربين انا بوجه لهم التحيه والشكر من هنا. بنوجه لهم الشكر اكيد يا كابتن. وكان في الدكتور عمرو طبعا لياقه احمال وتعب معانا برضو. الراجل للاسف هو ما قدرش يجي بس يعني كان ليه دور معانا. فانا حابب اشكر كل الناس اللي ساندت وقامت معانا بدور. كلمه اخيره عايزها من حضرتك يعني او تمنياتك، خلاص ده موسم انتهى، تمنياتك الفتره الجايه؟ والله تمنياتي ان الاصابات دي ان شاء الله تقل إن شاء الله. وان شاء الله احنا بالروح اللي انا شفتها مؤخرا دي هنقدر يبقى عندنا فريق واثنين محترمين. يعني قبل كده يمكن كان التركيز بيبقى على 3-4 بنات، لا السنه دي التركيز بتاعي على كل البنات. والدليل ان احنا الاصابات اللي بتحصل في بنات كانت بتكمل جيل متكامل قوي زي ما تربينا وتعودنا في النادي ان لازم يبقى عندنا جيل واثنين وثلاثه. فالحمد لله رب العالمين. يمكن فجر ما شاركتش السنه دي زي ما حضرتك سمعت منها عشان الاصابات فانها تقف الوقفه دي. برافو. وتلعب بالشكل ده بهنيها والله. وكانت قريبه للمكسب، كان لعبت هايل يعني، دي حاجه كويسه قوي. ده مكسب رويده السنه دي يمكن دخلت فاينل بطوله فردي وطلعت تاني مصر بعد دينا في السيدات. ما شاء الله. فدي برضو حاجه كويسه قوي. انا قصدي ان الاعمار السنيه الصغيره دي هي المستقبل ان شاء الله. كمان يا كابتن وعايز كمان اسمع كلمة أخيرة، معلش الوقت بيدهمنا، فجر كلمة أخيرة وتمنياتك الفترة الجاية. بحب أشكر بس كابتن طارق على وقفه جنبنا وسيد لاشين طبعا، عشان سيد لاشين أخ مش وباسنت عثمان أخواتي مش مدربيني. بشكرهم على وقفتهم معانا في الماتش بتاع الفاينل. أكيد إن شاء الله. وروح جميلة بينكم من بعض. رويدة يمكن كلمة أخيرة منك يعني تمنياتك الفترة الجاية. ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن من السنه دي يعني، ان شاء الله السنه الجايه ناخدها احسن من كده ان شاء الله. مبارك لك على المركز الثاني في السيدات. ربنا يخليك يا رب. ربنا يوفقك يا رب. طبعا رويده عصام بشكرك، شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. فجر شومان بشكرك ودايما دايما بطله كده ان شاء الله. ربنا يبعد عنك الاصابات يا رب. ربنا يخليك ان شاء الله. كابتن طارق فوزي بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك يا كابتن. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. كتر خيرك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان يعني تقليدنا اللي دايما اتعودنا بيه التورته ونتجمع كلنا ابطال 18 سنه سيدات وتنس الطاوله رجال وسيدات ونقطع التورته ونحتفل دايما ودايما شعارنا يا اهلي يا اسطوره كل يوم بطوله. قاصر وارجع لحضرتك. فاصل وارجع لحضرتك.